السلام عليكم. الكيماويات الأبدية Forever Chemicals، مركبات من صنع البشر لا تنتهي ولا تنكسر ولا يتم التخلص منها بالحرارة أو الكيماويات أو الغسيل في أجسامنا، تسبب الكثير من السرطانات. الفوريفر كيميكالز دي من صنع البشر، جابوا الكربون والفلورين وحطوهم مع بعض. المركبين دول في الطبيعة بعيد عن بعض كل البعد. تم الاختراع ده في أثناء الحرب العالمية الثانية عشان يغطوا الدبابات، يغطوا يستخدموها في الطلاءات الحربية. ايه هي بقى البي اف اس وليه خطيرة لهذه الدرجة؟ كل ما هو في حياتك مضاد للمطر، مضاد للرطوبة، مضاد للسخونة، مضاد للأوساخ، هو بي اف اي اس، هو احد هذه المواد. المواد دي صنعت لتبقى، ملهاش اي مضاد، ملهاش اي حاجة تغسلها او الشمس تكسرها او الاحماض تفصل هذه الرابطة، اقوى رابطة موجودة في الكيمياء العضوية، الكربون مع الفلورين. انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ اقول لكم خطورتها. لم تعد هذه المواد فقط في المواد الحربية، دي دخلت لكل الطلاءات، دخلت لكل الملابس مضادة للمطر، دخلت للكربة السجاجيد والفرنتشر أو الأثاثات حتى لا تتسخ أو تكون مضادة للماء، موجودة في الشمسيات، موجودة في كل الميك اب المضاد للماء اللي بتحطه السيدات على وجهها، موجودة في كل العلب اللي بيجي فيه الأكل، علب البيتزا، الهمبرجر، علب الوجبات السريعة، موجودة في غلاف الفشار اللي بيتحط في الميكروويف، والأهم من ده كله موجودة في كل أواني الحلل مضادة للالتصاق أو التفلون. كل ده موجود مادة البي اف اي اس اللي بتدخل الجسم ولا توجد طريقة حتى الآن للتخلص منها. خطورتها ليها علاقة وثيقة بالسرطانات، بتعلي كوليسترول الجسم وبتعلي ضغط الدم، لها علاقة وثيقة بأن السيدات تولد بدري أو الطفل الكوجنيتيف فانكشن أو التفكير بتاع الأطفال يبقى بليد أو الذاكرة مش موجودة أو ما يحصلش نمو كافي لعظام الجسم في الأطفال. أكتر من كده، بيسبب الوفاة المبكرة وبتسبب اضطراب الهرمونات، سواء هرمونات الكورتيزول العالي طول الوقت أو هرمونات الخصوبة التستوستيرون والاستروجين، أو يسبب أمراض مناعية في الغدة الدرقية أو الهاشيموتو. لو حد جاله أحد هذه الأمراض هنعمل كل حاجة، ولكن مش هندور على وجود البي اف اي اس اللي موجود في حياتنا 24 ساعة. هي المواد دي منتشرة قوي. المواد دي وجدت لغاية المياه اللي في القطب الشمالي، موجودة في دم الدب القطبي. النساء في الهند واندونيسيا والفلبين، لبن الأطفال 98% من السيدات في بي اف اي اس. احد الابحاث الاخيرة بتقول 90% من البشر في أحد هذه المواد في دمه. المواد دي مواد كتير، يعني من 4000 ل 5000 مادة بي اف اس، هي عيلة كبيرة جدا. فمتخيلين ان هي في كل حتة. ولاية فيرجينيا في امريكا في منطقة اسمها بارك بيترسبرج، فيها مصنع بيعمل تفلون اللي هو اللي بيمنع الاواني تلتصق بيها البيض او المحمرات. لقوا في هذه المدينه الالثريتيف كولايتس، القولون التقرحي، الهاشيموتو، والال دي ال الضار عالي بدرجه كبيره. فايه سبب الامراض دي كلها؟ وجدوا ان تسمم البحر، لان احد الشركات اللي بتصنع التفلون بترمي مخرجات او النواتج الصناعيه المليانه بالبي اي اف اس في هذا النهر، فاصابت هذه المنطقه اللي هي بارك بيترسبرج بهذه الامراض نتيجه تلوث النهر بهذا السم الخطير. وعلى فكره هحط لكم في الرابط تحت ريفر نوح اللي هو ده بتاع ذا ديلي شو امريكا، عامل حلقه جميله قوي عن البي اف اس من فتره، يعني العالم كله بيتكلم على هذا الموضوع، لدرجه ان في واحد مهم جدا عامل كتاب اسمه اكسبوجر، اسمه روبرت بيلوت. الراجل ده بقاله 20 سنه رافع قواضي على، هو محامي صناعي، رافع قواضي وكسب تعويضات ب 160 مليون دولار من احد الشركات. اكتبوا كده ديبوت كيس، دفع التعويضات لان هي بتستخدم البي اف اس في اوان الطهر وسببت الاف المشاكل الصحيه بسبب وجود البي اف اس في منتجاتها. قضيتها معروفه قوي، مئات الملايين الدفع التعويضات للبشر في هذا في الدول الأجنبية. معرفش إحنا يعني إمتى هنصحى، أو في وزارات الصحة
حاجة مضادة لذلك، أو بينضف المية من ذلك، أو في سيرفلانس في دولنا العربية لهذه المواد. على فكرة المواد دي بالفعل اتمنعت في الدنمارك والسويد وألمانيا وفنلندا، اوريدي اتمنعت أي حاجة تتحط ملصقة في عبوات الأكل أو حاجة في الطهي تستخدم البي اف اي اس لخطورتها وارتباطها بالمصايب الكتير اللي احنا قلناها من شوية. نقطة تانية، الدول الأوروبية حطت يعني ستاندرد للمية ما يبقاش فيه أكتر من جزء واحد لكل تريليون جزء، يعني 1 بي بي تي، يعني بارت بير تريليون، كل تريليون جزء مية يبقى فيه جزء واحد بس بي اف اي اس، أو المواد الفوريفر كيميكالز أو المواد الأبدية. في نفس الوقت لقوا في بعض شركات الألبان نسبة الألبان موجود فيها البي اف اس بنسبة كام؟ مفروض واحد 1850، يعني 1850 ضعف موجود في الألبان البقري والألبان المصنعة عن النسبة المسموح فيها للتعامل مع البشر. قيس بقى على كل ده أنهار كتير، بقول لك وصل للقطب الشمالي، الأنهار المية اللي ما بنكشفش عليها ما نعرفش فيها بي اف اي اس ولا لا. وده أحد الحاجات اللي يجاوب أنا عايش طول عمري صح، أنا أكلي كويس، أنا ليه يجيلي سرطان؟ ليه الغدة الدرقية مش مظبوطة؟ ليه ده يمكن أحد الأسباب، مش بقول هو ده السبب الوحيد، ولكن يكون ده أحد الأسباب التي لا نبحث عنها للسرطانات، للـ LDL عالي طول الوقت، ضغط الدم اللي ملوش سبب، سرطانات في ناس صحيحة، الثيرويد والأمراض المناعية في كثير من الناس اللي عايشة حياة صحية ومفيش سبب مباشر لهذه الأمراض. المواد دي موجودة في جسمنا، المواد دي لو دخلت الجسم ما بتخرجش، بتعمل تسمم من أول يوم لا، ولكن مع الوقت بيحصل لها بيلد أب، يعني بتدخل في الجسم سنة ورا سنة، تعرض بعد تعرض، تفضل في جسمك ما تخرجش لغاية في يوم من الأيام يحصل نتيجة هذه المواد أحد الأمراض اللي أنا قلت عليها دلوقتي. فقلنا نقول للناس يمكن ياخد باله. طب إحنا في إيدينا إيه؟ مش كحكومات، كأفراد، خد خلاصة الحلقة. واحد، اوعي تحطي على بشرتك أي حاجة مضادة للمية، اوعوا تستخدموا ملابس مضادة للمطر ومضادة للرطوبة إلا لو مكتوب عليها فري من البي اف اي اس. اوعى تستخدم اكل في علبة بيتزا او تجيب لك اكل في علب كرتون من بره، كل في البيت استخدم اكل البيت الكرتون اللي جاي من بره 100% عشان يحافظ عليه طازة وما يحصلوش ويعزله، بيكون محطوط عليه البي اف اس، لو سمحت كل في البيت. الحاجة اللي بعد كده، اوعى اي منتج فيه كلمة بي تي اف اي او اخره كلمه فلورو او اوله كلمه فلورو، اوعى تدخله البيت او تعمل اتصال مباشر بيه، دي غالبا بي اف اي اس. دايما ابحث عن منتجات مكتوب عليها بي اف اي اس فري. الحاجه اللي بعد كده، اوعى تاكل الفشار اللي بيتحط في الفرن. عاوز تاكل فشار حطه في الحله العاديه، او جيب فشار العادي مش اللي بيتحط في الميكروويف. اوعى تستخدم طلاقات مضاده للرطوبه ومضاده للماء، خلي بالك على قد ما تقدر. الأهم من كل ده، أي حاجة فيها تفلون، أي حاجة مضادة للالتصاق ما تدخلهاش البيت، هات حاجات ستانلس ستيل أو ايرن بوت للطبخ، ما تجيبش حاجة لازم، عشان دلوقتي تلاقي تفلون فري. ليه يعني؟ ليه لغوه؟ احنا هم دخلوا التفلون وشالوا التفلون واحنا مش عارفين هم حطوه ليه وشالوه ليه، عشان حضرتك بيسبب السرطانات واضطراب الهرمونات بسبب المواد البي اف اي اس اللي موجودة فيه. حاجة تانية، اتأكد من المية اللي بتشربها ان هي خالية من البي اف اس، اسأل في المنطقة بتاعتك، اسأل في المدينة، اسأل في المحافظة، او على الاقل هات لك فلتر 3 او 5 مراحل او 7 مراحل، عشان فلاتر الكربون او ال 5 6 مراحل دول بياخدوا البي اف اس من المية، مش بيكسروهم ولكن بيحجبوهم ان هم يدخلوا الجسم البشري، لان الكربون بدل مسك في الفلور ما بيسيبوش بعض ابدا، وما لهمش حل الا ان احنا نتجنب